بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سعيد للغايه بوجودي في الوزاره مع سياده الوزير للقاء ثاني مره منذ اكثر من في خلال شهر تقريبا. اولا ترحيب بسياده الوزير المهندس خالد عبد العزيز في منزله في بيته يعتبر يعني في نفس التوقيت. هذه الشخصيه المتواضعه جدا التي اسرت وحلت الكثير من المشاكل في فتره قليله جدا، فيحسب لي ووسط الرياض والشباب رصد لي كل هذه المحاولات الطيبه جدا جدا، فشكرا له. ليش بس اتكلم دكتور نبيل واساله؟ دايما الناس في مصر بتتكلم على وضع الجامعات، والشعب المصري عنده قلق من الجامعات وما يحدث في الجامعات، لكن انا متاكد يعني من متابعتي ان ما يحدث في الجامعات ده لا يتعدى واحد في الالف يمكن من عدد الطلبات، ومش في كل الجامعات عندنا كمان. احنا عندنا يمكن جامعه او اثنين او ثلاثه بالكثير اللي فيه مشكلات، لكن بقيه ال 21 جامعه حكوميه ال 41 جامعه علميه. فارجو من حضرتك برضه بس يعني نستغل وجود الاعلام وحضرتك تقدر تدي لنا صوره فعلا عن استقرار العمليه التعليميه في الجامعه. ويوجد في مصر 23 جامعه حكوميه. احنا صنفناهم في المجلس الاعلى ثلاث انواع. في جامعات ملتهبه، جامعات يعني نصف ملتهبه او في مناوشات، جامعات هادئه. في خمس جامعات اللي هم احنا سميناهم جامعات ملتهبه. جامعه الازهر والقاهره وعين شمس وزقازيق والمنصوره. ودول بيتعمد الاساءه فيهم واظهار الاعلاميين ان في مشاكل في مصر. ايه السبب في ذلك؟ ان الازهر في 120 جنسيه داخل مصر. لما يقال ان الازهر وجامعه الازهر فيها مشاكل اعلاميه لمصر غير مستقره. جامعه القاهره ده رمز من رموز الجامعات المصريه والعالميه. لما يظهر جامعه القاهره ان فيها مشكله وتفجيرات امامها ان مصر غير مستقره. جامعه المنصوره فيها اكبر المراكز الطبيه على الوطن العربي كله. وفي ناس كتير جدا بتيجي من العالم العربي جامعه المنصوره. لما يحصل اهتزاز في الجامعه لان الامور كلها يعني مش مستقره. ونفس الكلام عن الشمس، نفس الكلام الزقازيق. جامعه الزقازيق نصف مكتب الارشاد من جامعه الزقازيق. يعني الدكتور محمد موسى في جامعه الزقازيق، الدكتور احمد فهمي في جامعه الزقازيق، المرشد الحالي محمود غزل في جامعه، فاذا في مشاكل. باقي الجامعات احنا عملنا احصائيه عدد الطلبه الذين يتظاهرون على مستوى الجامعات كلها لا يتجاوز 1% من اجمالي عدد الطلاب جميعا. الحاجه الثانيه ان جميع الانشطه وجميع المحاضرات التعليميه والترفيهيه وخلافه وتقام على جميع المستويات ولم تلغى محاضره واحده. وانا متوقع ان شاء الله يعني بعد انتخابات الرئاسه باذن الله هتنحصر هذه الموجه انحصار كبير جدا، لان الغرض تصعيد لحد انتخابات الرئاسه، وده هدف معروف للجميع. يعني امبارح كان اليوم كله كانوا مقضينه في 6 اكتوبر، زرنا مطابع اخبار اليوم وزرنا اكاديميه اخبار اليوم وقسم الاعلام هناك عند الدكتور احمد زكي بدر، وراحوا شافوا مول العرب على اعتباره ده وضع حضاري. يعني عايزين نقول لهم ان احنا ريفريش عن اوروبا ولا اي بلد ثاني، مصر فعلا امن وامان واستقرار. بالنسبه لاستادات الجامعه، يعني انا الحقيقه مش من انصار فكره الاستاد داخل الجامعه. ولما في كل يعني زياراتي للمدن الجامعيه بجد انه المدرجات بتاعت الاستادات ديت هي عباره عن كتلة خرسانية لغير مستخدمة، اتصرف فيها فلوس كتير جدا، نادرا ما بتلاقيها على مستوى كويس. فأنا كل اللي عايز أقوله لحضرتك إن إحنا يكفينا قوي إن إحنا نعمل ملاعب في الجامعات ونعمل مدرجات من النوع الخفيف قوي اللي تشيل إلى من 1000 إلى 2000 طالب بس يتفرجوا عليه، ده أكثر حاجة. أما المدرجات اللي أنا بشوفها ضخمة جدا تشيل 20,000 و15,000 في استاد الجامعة، ربما لا تستخدم مرة واحدة في السنة، يعني على مدار السنة كلها ربما لا تستخدم، واخدة جزء كبير من الأرض، شكلها مش لطيف ابدا، المكان المفتوح افضل. فانا اوعد حضرتك ان شاء الله ان احنا سندعم جامعه سوهاج باكبر عدد من الملاعب، سواء كره قدم، كره طايره، كره سله، كره يد، سله مغطاه. دي برضه السله المغطاه من الحاجات اللي بتتكلف فلوس كتير جدا، بتوصل ل 30 و40 مليون جنيه، وحجم الاستفاده منها دلوقتي بقت فيه طرق بتعمل زي سقف بسيط كده وتحتيه الملعب، وتقدر تستخدمه في العاب كتير جدا منها العاب الازاز. اشتراك مراكز الشباب النهارده 10 جنيه في السنه. الفكره كلها بس باختصار شديد جدا ان المبلغ ده مش مبلغ كبير لاي حد، لكن هو واحد يقول لك هو اصلا المركز ما يشتهيش 10 جنيه. انا هقعد في 10 جنيه اصلا مفيش حاجه اعملها.
وبالتالي مفيش ناس حريصه انها تشارك في مركز الشباب، لانه عندنا بعض مراكز الشباب ما فيهاش حاجه فيها. لكن كل ما احنا بنقوله ان في مراكز الشباب النهارده بقت مستواها عالي جدا. صحيح عندنا 4300 مركز شباب، منهم لسه 1000 مركز شباب مش على مستوى كويس، لكن عندنا كمان 3000 مركز شباب كويسين. وانا كل اللي بقوله ان انت كل ما بترفع مستوى البنيه التحتيه في مركز الشباب، زي تعمل ملعب كويس او صاله كويسه او مكتبه كويسه او قاعه كمبيوتر، ده هيخلي الشباب يروح يشترك ب 10% في السنه علشان يروح يستخدم امكانيات المركز. وبالتالي باشتراكه بال 10% في السنه ده اصبح عضو جماعي عضوي. ما كانوش المصريين زمان قبل 2011 بيهتموا باي انتخابات. والمصريين كانوا يعني عندهم احساس شديد ان اي انتخابات قبل سنه 2011 هي انتخابات موجهه، معروف مين اللي هيكسب فيها، معروف كذا القصه بقتش كده. القصه النهارده ان اي انتخابات بتحصل المصريين حريصين ان هم يخشوا في الانتخابات ديت ويختاروا اللي هم عايزينه. انا بس عايزه اقول ان احنا نفسنا يبقى لينا كفتيات مراكز رياضيه برضه، لاني حاسه ان كل الاهتمام منصب بس على الشباب. وبرضه في نقطة مهمة إن يعني يفضل يكون في توعية للأهالي، إنه برضه أحيانا ما بيحبوش إن الفتيات تمارس رياضة أو تخرج، لأن إحنا يعني ماشيين بمبدأ إن إحنا في الصغير تقريبا ممنوع، فيا ريت يبقى في نوع من التوعية للأهالي عشان ناخد فرصتنا كفتيات في ممارسة الرياضة زي الشباب. فهل يعني دي خطة يعني حضرتك جربت إيه؟ حقيقة الأمر ما تطرقتش ليه، حقيقة الأمر بفكر فيها بحاول أعملها، بس إذا كنت أقدر أقول لك إن أنا أعرف أغير الثقافة، اسمي فين؟ عبيد. إذا كنت أقدر أقول لك عبيد إن أنا هقدر أغير الثقافة بسرعة، لا، إحنا كلنا المفروض نشترك، وأنا دكتورة سحر هي أستاذة إعلام، ناس المجتمع المصري كله بشكل أو بآخر لازم يشترك. بس أنا هقول لك حاجة هي سياسية أكتر. ما حدث في الثلاث سنوات السابقة أثبت لأي مسؤول أن المرأة هي المحرك الأول للدولة المصرية. ده بما لا يدع مجال لشك. المرأة هي النهاردة أكثر من نصف المجتمع. شفناها سياسية كانت عاملة إزاي؟ وأنا بشوف أنا بشتغل في العمل العام. المرأة الآن بتعمل وبتذاكر لأولادها وبتنزل تنتخب وليها صوت مسموع جدا، ليها تأثير كبير جدا على أولادها وعلى زوجها. ولذلك انا كنت بقول انه اذا حد خاطب المراه في العمليه السياسيه ووجود المراه في طوابير الانتخابات هيخلي باباها ينزل والجوزها ينزل وابنها ينزل، لانه كان زمان عندنا ان الست ما بتشاركش قوي في الحاجات دي. النهارده السيدات هم اللي بيقدروا يغيروا. النهارده اي مرشح في اي مكان، سواء رئاسه الجمهوريه، سواء في مجلس الشعب، سواء في اي انتخابات، إذا ما كانش عنده اهتمام بشكل أو بآخر بالمرأة مش عارف ينجح. إذا المرأة وقفت ضده مش هينجح، مش هيشوف نجاح. والنهارده الناس بتخاطب المرأة على إنها هي صاحبة الكتلة التصويتية الأعلى، صاحبة القدرة على تغيير المجتمع. طيب الشباب بتاع الدولة، يعني أول مرة أحس إنها كان نفسي أبقى رئيس جامعة زيك. طول عمري نفسي كان عارف إن اسمي. والله ده انا وصلت.